شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية. وقد ترأس الاجتماع الذي عقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة عن جانب الدول العربية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، بينما ترأسه من جانب دول جزر الباسيفيك معالي السيد غوستاف إيتارو وزير خارجية دولة بالاو المنسق العام لمجموعة دول جزر الباسيفيك، وبمشاركة معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. وقد ألقى سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني كلمة أشاد فيها بالجهود المخلصة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة لتعزيز العلاقات وبناء الشراكات ودفع جهود التعاون بين الدول العربية ودول العالم، وقال إنه في ظل ما يشهده العالم من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية تبرز أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح بلداننا وشعوبنا الصديقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مضيفا أن مملكة البحرين تؤكد على أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف بين الجانبين بشكل يحقق المصالح المشتركة. وأعرب سعادة وزير الخارجية عن تأييد مملكة البحرين بأن يتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك لتكون بمثابة الإطار القانوني للتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.